عسلامة الناس الكل، رجعنا بفيديو جديد نحكيو فيه على المنتخب التونسي. بما انه في شهر اكتوبر فما تصفيات كأس العالم، بتبيع المنتخب التونسي عنده زوز مباريات لو 7 اكتوبر 7 اكتوبر و10 اكتوبر. اش نحكيو على الحكام اللي حطوهم المباريات هذه، على البرنامج بصفة عام، على القنوات الناقلة بما انه الوطنية حتى لتوا رافضة باش تعدي المباراة هذه وتقتني حقوق البث، كيف كيف مواضيع اخرى على ملاعبيتنا المحترفين اللي قاعدين يتألقوا، وبرشا حاجات اخرى باش تشوفوهم في الفيديو هذا. اما قبل ما نمشيو بالديتاي، كان وصلك الفيديو ما تنساش باش تعمل جيم، تساعدنا باش الفيديو ينتشر اكثر. تابوني روحك وتفعل الناقوس، تنزل على الجرس باش اول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. نمشيو نشوفوا الحاجات هذه الكل بالديتاي. نبداو بالمنتخب التونسي ونذكروا بالمجموعة متاع المنتخب التونسي متاع تصفيات كأس العالم. دونك جينا في المجموعة ب مع زامبيا، غينيا الاستوائية وموريتانيا. بطبيعة تونس انتصر في زوز مباريات بستة نقاط، من بعد زامبيا ثلاثة نقاط، غينيا الاستوائية ثلاثة نقاط، وموريتانيا للأسف صفر من النقاط. المنتخب التونسي كما قلنا عنده زوز مباريات ضد نفس المنتخب الوطني اللي هو موريتانيا، لو 7 اكتوبر كما قلنا و10 اكتوبر. 7 اكتوبر حكم اللي بشد المباراه هذه هو الاثيوبي مابلاك تيسيما، معروف الاربيتر هذا بالنزاهه نتاعو بالكفاءه نتاعو. دونك المباراه هذه الجوله الثالثه نتاع تصفيات كاس العالم، والجوله الرابعه كما قلنا ضد نفس المنتخب بقياده المباراه مهدي عبيد شارف الحكم هذا الجزائري. بالمجمل طاقم تحكيم جزائري في المباراة هذه، وعنا ثقة في الحكم هذا كما قلنا بالنزاهة متاعه كما الحكم متاع مباراة لالي. كان نحكيه على القنوات الناقلة، وكما قلنا أنه الوطنية ماهيش باش تشري حقوق البث للمرة الثانية على التوالي. عار كبير برشا للقناة هذه اللاوطنية نسميها، بما أنه العباد قاعدة تدفع في فلوس ستيك، وعلى الأقل المنتخب الحاجة الوحيدة يمكن اللي تفرهدنا على الأقل يا وطنية اشرينا شوية ماتشوية تخلي الشعب التونسي يتفرهد. دونك فما موجود الحل أنه القناة الليبية ليبيا 218 هي باش تعدي المباراة هذه، وتتلقاو الفريكونس دونك على جنب موجودة على النيل سات. الفريكونس 12398، سامبول ريت 27500، والبولاريزاسيون 7000. وربي خلينا القناة الليبية اللي قاعدة تشرينا في مباراة المنتخب. وكيف كيف فما برشا كلام انه حقوق بث الرابطة الاولى المحترفة التونسية انه تحب تشريها القناة الليبية هذه. فما عضو جامعي لأكد لانفاء الاخبار هذايا، دونك كل شيء كأنه باش يتباع، والقناة الوطنية التوا قاعدة تتفرج وما هي قاعدة تعمل في حتى تحرك. نكملوا مع المنتخب الوطني اللي باش يشارك في الكوب داراب اللي باش تنظمها قطر ما بين 30 نوفمبر و 18 ديسمبر 2021. وبالطبيعة الجامعة تهبط بلاغ رسمي تدعو فيه الجماهير اللي يحب يشري يقتني التيكيات التذاكر. دونك فما ليان تنحطه لكم في الديسكريبسيون، وتنحط لكم نص البلاغ بالعربي كيف كيف بالفرنسي. دونك بلاغ للعباد اللي تحب تطلع تفرج على المنتخب التونسي كوب داراب، تلقاو كما قلت لكم ليان في الديسكريبسيون باش تمشيو تشريو التيكيات نتاعكم. كملنا مع المنتخب التونسي، تو نحكيو على اخبار ملاعبيتنا المحترفين، ونبداو نحكيو مع اكثر لاعب قاعد يتألق خارج حدود الوطن اللي هو الياس سخيري، اللي حسب رأيي يستحق هو الكابيتان متاع المنتخب. اللاعب هذا اللي يتألق في الجولة السادسة مع فريقه كولون ضد أنتراخت فرانكفورت، تعادل دونك 1-1 فريقه. الياس سخيري يتألق في المباراة هذه وياخذ أعلى تقييم في الماتش هذا على حسب سيت سوفا سكور 8.2 على 10. كما تشوفوا الياس سخيري حاطط في قلبه باش يمشي الفريق كبير، وقاعد يتألق من جولة الجولة. هذه المرة الثانية اللي الياس سخيري يكون في الفريق الجولة، بصراحة حاجة مهمة جدا اللعبة ذي كيف كيف باش تكونوا إضافة كبيرة برشا في المنتخب. وإحصائياته تدل أنه ملاعبي من أحسن ملاعبية معناها في العالم، علاش لا في المركز متاعه. يعمل في نسبة تمرير صحيحة بنسبة 95% ويقطع في مسافات كبيرة وكبيرة برشا ب 12.9 كيلومتر. دونك حاجة مهمة جدا. فما عباد تقول لي علاش الشيء هذا مش قاعد يعمل فيه في المنتخب. في المنتخب لازم تحط إطار كامل وتوظف الملاعبية، تعرف ايش توظفهم باش الملاعبية تعطي كل ما عندها وتحب ولا تكره. بصراحة نشوف الياس سخيري مع المنتخب قاعد يلعب كيما يلزم يلعب، لكن إضافة متاع أصحابه والأوتوماتيزم
مش قاعد يحطوا اون فالور. هذاك علاش فما عباد تحسوا في المنتخب مش قاعد يعطي في مردود كبير، بما انه جماليه اللعب في المنتخب مش قاعدين نشوفوا فيه. نكملوا مع لاعب اخر نجم ينضم للمنتخب التونسي في قادم الاشهر ولا القادم الاعوام، اللي هو هيثم حسن، اللاعب هذا الفنان اللي عنده الجنسيه التونسيه المصريه. المدير الفني نتاع المنتخب المصري يصرح ويقول انه تواصلت مع اسره اللاعب هيثم حسن وهو يتحدث فرنسيه ولا يتحدث العربيه، وولد في فرنسا من اب مصري وام تونسيه، تواصلت مع والده للحديث عن اللعب للمنتخب المصري، لكن الرد كان غير مشجع، قال لي ان ابنه سوف يختار المنتخب الذي يلعب له. دونك حتى لنا فما برشا صحافه مصريه، برشا زاد باجيت مصريه تقول انه هيثم حسن حسم القرار نتاعو باش يلعب مع المنتخب المصري، لكن كيما تشوفوا على حسب المدير الفني نتاع المنتخب المصري انه هيثم حسن مازال معناها ما قررش قرار النهائي، وبطبيعه يمكن في الايام القادمه يحسم الامر وينضم للمنتخب التونسي اللي ان شاء الله باش تكون اضافه كبيره. نكملوا مع لاعب تونسي اخر كانه رجع للفورمه نتاعو، نحكيوا على يوسف المساكني، لاعب نادي العربي اللي انتصر مع فريقه ضد نادي قطر بثنائية نظيفة. يوسف المساكني في المباراة هذه ما سجلش هدف، لكن شفنا ابداعات يوسف المساكني، الفنيات اللي دريبل متاع العادة يوسف المساكني المستانسين بيه، اللي فسخ واحد واثنين وثلاثة. تقول لي انت صحيح النيفو متاع الدول القطري مش كبير برشا، صحيح النيفو متاع قطر ماهوش النيفو متاع الأوروب، لكن يوسف المساكني في مدة الأخرى رغم اللي كان في قطر ما شفناش منه الإمكانيات هذه. دونك تشوفوا الفيديو معانا يتلاعب بثلاثة ملاعبية، لكن للأسف يجي للعين وما يشربش، وإلا يوصل للعين ما يشربش. أون برانسيبي يشوط كورة بالانتيريور يحطها دوزيام بوتو بونتو، يخير أنه يعدي باس لصاحبه وتضيع الفرصة. دونك إن شاء الله يوسف المساكني يرجع للمستوى اللي عرفناه به قبل، على خاطر باش تكون إضافة كبيرة في المنتخب في تصفيات كأس العالم. نكملوا مع لاعب آخر اللي حسب رأيي لازم يكون هو ركيزة من ركائز المنتخب التونسي وديما في ليكيب تيتولير، اللي هو أنيس بن سليمان، اللي شارك في التشكيلة الأساسية لمدة 73 دقيقة مع فريق الدنماركي بروندبي، أعطى تمريرة حاسمة في الهدف الأول وتحصل على تقييم 7.8 من سيت سوفا سكور، وبطبيعة فريق بروندبي ينتصر 2-1 في المباراة هذه في الجولة العاشرة من دور الدنمارك. لاعب آخر قاعد يتألق معاه فريقه الدحيلة اللي هو فرجاني ساسي، اللي اكتسح فريق السيلية ب5-0 فريق هنيت. دونك انتصر 5-0 فرجاني ساسي، ساهم بنسبة كبيرة باش فريقه ينتصر في المباراة هذه، ويعطي تمريرة حاسمة معناها مزيانة ومزيانة برشا. تمريرات بالطبيعة قاعدين نشوف فيهم في الفيديو، وحتى لنا فرجاني ساسي قدم حتى توا 3 تمريرات حاسمة دي باس ديسيزيف في 4 جولات حتى توا. دونك بالتوفيق للاعب هذايا اللي كل فريق يمشي له قاعد يفرض في روحه ويقول المدرب نتاعو انه موجود ويزم يكون ديما في ليكيب تيب. نكملوا مع لاعب اخر اللي هو فراس بالعربي، اللاعب هذايا اللي قاعد يتألق مع فريقه عجمان، اللي انتصر 2-0 مع فريق بنياس في الدوري الاماراتي. دونك اللاعب هذا اللي سجل هدف مزيان على الاخر، هدف ممتاز تولي الامكانيات نتاعو. اللاعب هذا خساره النيفو نتاعو مره الفوق مره لوطا، وحتى توا بالعربي سجل 3 اهداف في 5 مباريات مع الفريق نتاعو اللي صاحب المرتبه الخامسه في الدوري الاماراتي. لاعب اخر يسجل مع فريقه في اول مباراه معاه اللي هو فخر الدين بنوس مع فريقه بيراميدز في كاس مصر في الدور الثمن النهائي. دونك انتصر 3-1، هدف دونك مزيان فخر الدين بن يوسف، تشوفوا الفيديو معانا اللوت. نكملوا الفيديو نتاع اليوم مع لاعب اخر اللي هو عنده الجنسيه التونسيه، اللي هو كريم الرقيق، خو الرقيق اللي جاء للمنتخب التونسي. اللاعب هذا يلعب مع فريق اشبيليا، فاز على اسبانيول 2-0، يدخل في دقيقه 78 ويعطي الاسيست نتاع الهدف الثاني وياخذ تقييم 7.4 من سيت سوفا سكور. تقول لي علاش تحكي عليه اللاعب هذا بما انه لعب ديجا مع المنتخب الهولندي؟ نقول لك راهو فما امكانيه انه اللاعب هذا ينضم للمنتخب التونسي. فما برشا عباد قاعده تكذب في الاخبار هذه، الاخبار هذه جاء من فم خوه رقيق اللي في الندوه الصحفيه، والا فك الهيلمان اللي عملوه لرقيق وحنا بعد المجبري وقت اللي عرفوهم للجمهور وللصحفيين. حكى خوه وقال انه خويا صحيح لعب مع المنتخب الهولندي لكن مباريات قليله، مازال ما حسمش اختياره وينجم في الايام القادمه ينضم للمنتخب التونسي. بطبيعه الجامعه التونسيه لكره القدم في الصدد هذايا كونتاكتات الفيفا باش تبدل القانون، وعلاش ليه تبدل القانون وينضم ك
كريم رقيق المنتخب التونسي اللي متاكد ب 100% باش تكون له اضافه كبيره وكبيره برشا في محور الدفاع. وبالتوفيق للمنتخب التونسي وبالتوفيق للملاعبيه الكل، وان شاء الله نعديو تصفيات مزيانه برشا. صحيح مترشحين توا معناها المرتبه الاولى، اما الاصعب في الدوزيام تور وقت اللي باش نلاقيو المنتخبات العملاقه. دونك هذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نستنى الدعم نتاعكم كيف العاده، نقول لكم بالسلامه.